السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برامج عشاق السيارات. في حلقه النهارده هنتفرج مع بعض على اسهل واسرع واظبط طريقه لتركيب طقم الشنبر على البيستونز بتاع العربيه. مبدئيا ايه وظيفه طقم الشنابر؟ طقم الشنابر له 3 وظائف اساسيه. اول حاجه ان هو بيحكم الكبس بتاع غرف المحرك. تاني وظيفه انه بيسهل حركه البيستونز طالع نازل داخل الشميس بتاعها. تالت وظيفة انه بيمنع الزيت اللي موجود في الكارتيرة تحت اللي هو بتاع تزييت الاجزاء السفلية من المحرك الكرنك والبيالات والسبيكة، يمنعه انه يدخل غرف الحريق تاني ويمنع الحركة بتاعته ان هو يعدل غرف الحريق. طيب ايه مشاكله؟ مشاكله عكس بالظبط وظيفة. لما يبدأ ان هو يتلف او يبدأ ان يحصل فيه تآكل، فيبدأ ان هو مبدئيا ما بيقدرش ان هو يحكم كبس المحرك، فبالتالي قوة المحرك او القدرة الاخيرة بتاعته بتبدأ انها تضعف. تاني مشكلة بيبدأ يعملها هي نقصان الزيت، وده ناتج عن ان الشنابر ما بقتش انها تقدر تحكم الزيت اسفل المحرك، وبدأ الزيت يدخل فوق البيستونز هنا ويبدأ ان هو يدخل على غرف الحريق ويبدأ ان هو يعمل احتراق للزيت على غرف الحريق ويبدأ ان هو يجيب لنا دخنة بيضة من ورا. فعلامات تلفه بتكون في الاغلب ضعف في اداء المحرك وتآكل في الزيت او نقصان كبير في الزيت ودخنة بيضة من الشكمان او خارج من العدم، بيكون في دخنه بيضه، والدخنه البيضه دي بتبقى موجوده بكثافه وليل ونهار، ملهاش وقت محدد. ولو انت كبس المحرك جامد جدا وهو واقف على السلنسيه، من السهل جدا تعرف اذا كان انت عندك مشكله في طقم الشامبر ولا لا. لذلك وعلشان هو من اخطر الاجزاء في المحرك، هنتفرج مع بعض النهارده على الطريقه الصحيحه لتركيبه. مبدئيا بيكون راكب فين؟ بيكون راكب يا جماعه على راس البستون زي ما احنا شايفين. المفروض البيستونز ده طالعين نازلين هنا داخل الشميس بتاعهم. لو احنا سبناهم من غير طقم الشامبر ده مش هيبداوا ان هم يحكموا مكانهم كويس، هيبداوا ان هم يهربوا زيت وكمان هيضيعوا كبس، وفي الاغلب كمان يعملوا تاكل سريع داخل هنا الشمايس بتاعتنا وفي البيستونز نفسها. خلاص طيب نركبه ازاي؟ مبدئيا في اي محرك في الدنيا واي بيستون في الدنيا بيكون في عندك 3 مسارات، هم 3 مستويات. المستويين الاولانيين دول وظيفتهم احكام كبس غرف الحريق. المستوى الثالث ده وظيفته التزييت. وعلشان يقدر يزيت او ان هو يقدر يحكم الزيت، لانه خلي بالك بيحكمه بطريقه جزئيه، يعني مش بيحكمه تماما، لازم يبقى فيه نسبه تزييت في الشنابر دي علشان تسهل طلوع ونزول البستون. ركز معايا، علشان يقدر ان هو يزيت في عندك هنا 3 فتحات اهو في كل جانب، شايفينهم؟ الفتحات دي وظيفتهم ايه؟ علشان ياخدوا زيت من هنا من اسفل المحرك زي ما قلنا من المنطقه بتاعت الكارتيره، ياخدوا الزيت هنا يعدوه لطقم الشامبر هنا فيلاقوا الحركه بتاعته. فمبدئيا ودي خطيرة جدا وغلطة بقع فيها بعض الفنيين، ان هو بيروح جاي ما بينظفش المسارات دي، فلازم ان انت تنظفها كويس جدا. شايف؟ لازم المسار ده لما اضغط جواه هوا الاقيه بيعدي من الجنب التاني وسلس جدا ومستريح. اتفقنا؟ يبقى دي اول خطوة مهمة. بعد كده بنبدأ ان احنا نجيب طقم الشامبر بتاعنا. احنا هنا جايبين النهاردة من شركة تي ار 2، والمفروض زي ما احنا شايفين بيبقى جاي في كيسه اهوت له 3 برضه نمر 1 2 3. خلاص، وكل واحد مرسم لك عليه مكانه فين على البستون. هنبدا برقم 3، يعني دايما بنبدا من تحت لفوق. اتفقنا؟ يبقى ده اول نقطه. بنبدا باول حاجه بتركب خالص، اول حاجه في الترتيب هو هنا الشامبر الزجزاج او الشامبر السوسته ده. بنركبه ازاي؟ بنروح جايين هنا اهو، بص كده على الفتحه اهو، ونبدا ان احنا بالعقل خالص نبيته اهو. شوف هو بيبات لوحده اصلا، يعني هو بيقول لك انا خلاص ركبت. طيب اول نقطه هنا مهمه هنبدا ان احنا نخلي بالنا منها، في هنا قفل ليه اهو، ركز معايا اهو، في هنا قفل ليه، شايفينه اهو اللي هي الفتحه بتاعته دي، اللي هي الفتحه دي. الفتحه دي خلي بالك لا تبقى قدام مسار زيت ولا تبقى قدام بنزل بيستم هنا اهو. يبقى احنا هن ايه هنلفها شويه اهي. خلاص، بعد كده الشامبر السوسته بتاع الزيت ده بيبقى له قفلين، قفل من فوق وقفل من تحت. تعالى بقى كده معايا، هنركب القفل اللي من تحت اول. طب احنا قلنا هنا ايه القفل فين بتاعنا اهو، صح؟ هنخلف ده شويه، هنروح جايين هنا كده ونبدا برضه اهو، وهتركب اللي تحت اول زي ما قلنا، هو بيبقى له قفلين، واحد من تحت واحد من فوق اهو. اهو شوف، هو والله بيركب لوحده اهو بكل سلاسه وبكل هدوء، مش عايزين ايه ان احنا نتعافى عليه ولا اي حاجه خالص. كده ركب، ركز برضو معايا، الفتحه بتاعته فين؟ القفل بتاعه فين اهو. خلاص، القفل بتاع التاني فين اهو، ركز برضو معايا. هنجيب الايه
الدرجه الثالثه بتاعته. الدرجه الثالثه اللي هي فين؟ القفل العلوي. خلاص هنروح جايين القفل العلوي وخلفين برضو الفتحه بتاعه ده والفتحه بتاعه ده. بص يا جميل، شوف بيركب لوحده بكل سلاسه اهو. تمام تمام كده ركبهم، فتحه هنا تمام، والقفل هنا اهو تمام، والتالت اهو. اتفقنا؟ اتفقنا. بعد كده هنبدا نركب الشامبر رقم 2 برضو له اتجاه. تعالى بص معايا، بص هنا كده، الشركه عامله لك دمغه اهو هنا اهو، الشعار بتاع الشركه اهو تي ار 2. خلاص ده هيبقى لفوق، تحت اهو ما فيش عليه حاجه. طيب نقسمه ازاي؟ ما ينفعش يبقى الثلاث فتحات فوق بعض، يعني ما ينفعش الفتحه دي قصاد الفتحه دي قصاد الفتحه دي، لان ده هروح اعمل مسار الزيت يعدي منه وتلاقي الموتور برضو بيدخن والشامبر كويس. لازم نخلفهم. طب نخلفهم ازاي؟ هم ثلاث نسب او ثلاث مسارات صح؟ الثلاث ارتفاعات دول هنعملهم علامه مرسيدس. عارفين تقسيمه بتاعت مرسيدس اللي هي النجمه الثلاثيه، واحده كده وواحده كده وواحده كده، ده اللي احنا هنعمله. احنا دلوقتي حاكمين دول في اتجاه واحد، هنبدا ان احنا نروح جايين هنا اهو ده اهو، وخلفينه كده اهو. بص 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 بيركب ازاي لوحده ازاي. بص الفتحه بتاعته بقت فين؟ اهي، مش مقابل اي فتحات ثانيه، وبرده ثاني بعيد عن بنز البستم وبعيد عن المسارات بتاعه التزيين. هنيجي هنا اهو كده. بعد كده الثالث، الشامبر الثالث اهو اللي هو رقم واحد فوق، لاحظ ان احنا بنركب العكس. طب ليه ما ركبناش اللي فوق اول؟ لان لو ركبت اللي فوق اول وجيت تركب اللي تحت هيبدا يضايقك وانت بتسقطه يضايقك، انما احنا كده بنسقط بسلاسه اهو. الفتحه هنا فين؟ هنا اهي. طب خلي الفتحه هنا الثانيه الثالثه اهي. بص كده يا جميل اهو، هنسقط هنا اول اهو. شوف هو بيركب لوحده اهو، هو عارف مكانه. دي يا جماعه اسهل وابسط طريقه ممكن ان انت تركبه بيها، الفتحه اهي تمام، الثاني الفتحه اهي، والثالث الفتحه هنا، علامه مرسيدس. خلاص دي كده الطريقه الصحيحه لتركيب طقم الشامبر. كده باذن الله يركب معاك تمام مستريح، مش هيجيب معاك زيت، مش هيعمل معاك اي مشاكل. خلاص طيب الخطوه اللي بعد كده المفروض ان احنا نعمل ايه؟ المفروض ان احنا بقى هنسقط البستون ده داخل البلوكه بتاعته. ده هنخليها الحلقه الجايه، انا هحاول ان انا اعمل لكم العمره متقسمه لاجزاء علشان اقدر ان انا اوفر لكم كل جزء، بحيث ان انت لو حابب ان انت تشتغل بايدك وتعمل عمره بنفسك باذن الله تقدر تعملها. بس عشان تقدر تعمل ده لازم حاليا دلوقتي تدوس اعجاب علشان الفيديو يبقى مرشح ناس كتير انها تشوفه. اكتب لنا في التعليقات لو في عندك اي حاجه عايز تعرفها اكتر او حاجه عايز تشوفها جايه، وكمان اشترك في القناة وفي المجموعة بتاعتنا بقى موجودة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى انستجرام وعلى كل المنصات. اشترك معانا باسم عشاق الصالات مع عصام غنايم، اكتب في البحث عصام غنايم باذن الله هتلاقي كل المنصات دي، اشترك معانا فيها عشان تتفرج على اكتر من 1200 فيديو سابقين، وان شاء الله اللي جاي احسن في كل ما يخص مجال السيارات. اشوفكم باذن الله على خير في التركات الجاية كتير وحلقات جاية اكتر، وما تنسوش تابعوا الحلقة الجاية تسقية البستون داخل الشميز بتاعه. السلام عليكم.